الحمد لله مرتبة ثانية، الحمد لله على المشاركة، الحمد لله على الوصول إلى المرتبة الثانية. ونشكر المنظمين ما شاء الله، كانت الدورة رائعة، دورة كروية مشرفة للحي، لمت ولاد الحومة اللي راهم مازالهم في الحومة واللي غادروا الحومة لظروف. الحمد لله درنا دورة على فلسطين والحمد لله كانت ناجحة، والحمد لله ربي وفقنا وكنا في النهائي ودينا الكأس وناديو الشعب الفلسطيني إن شاء الله. الحمد لله شفنا عيبة تاع 60 70 سنة حتى 20 سنة ونهديو هاد الكأس هادية لمدينة الخليل وكاع سكان مدينة فلسطين، والحمد لله اللي جات الدورة هادية بخير، وإن شاء الله مزيد من المنظمات هادية إن شاء الله باش نربحوا إن شاء الله اليوم. نظمنا هاد الدورة على جال فلسطين، شهداء تاع فلسطين، جازت مليحة الحمد لله. اليوم لعبنا، مالقري لعبنا خسرنا، مي ربحنا حاجة كبيرة، نصرنا فلسطين.